شوفي، هو بما انني انا في المغرب قلت علاش لا ما نحضرش معاهم، وهذه مناسبه انه نتجمعوا كاملين ونفرحوا كاملين مع بعضياتنا، بحكم انني انا ما عايشاش في المغرب وعايشه بالكويت، ف منها نتعرف على لي زارتيست اخرين اللي ما كيعرفونيش وما كنعرفهم. شوفي، انا قبل ما نمشي للكويت كنت عايشه قبل في دبي، حيتاش هناك مالوغوزمون هنا في المغرب ما عطيناش فرصه اننا نبينوا الموهبه ديالنا، ففي الخليج تعطات لي فرصه انني نخدم هناك زواجات وحفلات، ومشيت في البدايه كنت في دبي، من بعد جاتني فرصه اخرى انني نمشي للكويت، وحاليا كنعتبر انا الفنانه المغربيه الوحيده اللي كاينه بالكويت كتغني اعراس وحفلات. فيه هو ضروري كل واحد اكيد كيرجع للاصل ديالو اللي هو في المغرب، فاكيد شي نهار اكيد غادي نرجع ونستقر في المغرب، ولكن حاليا شغلي كامل كاين في الكويت، واعراسي وحفلاتي كاينين برا ديال الكويت اكثر من المغرب، يعني هناك معطيني فرصه اكثر انني نحضر في حفلات والاعراس. السبب الاول اللي خلاني نرجع للمغرب هو ان شاء الله الا سهل الله ودرت شي بروجي ديالي، يمكن وقتها نفكر نرجع للمغرب، او الليلة ضربتها بشي تزويجه. حاليا ما كنفكر في حتى شي حاجه، مي ان شاء الله هذيك الساعه فاش تكون الامكانيات اكيد الواحد غادي يفكر شنو غايدير. الاعمال ديالي عندي 5 ديال الاعمال، منهم اغاني مغربيه واغاني خليجيه، وان شاء الله ترقبوا الجديد عما قريب، غادي تنزل اغنيه مغربيه حصريا لكم سميتها زهواني. شوفي، هو كعنوان يعني باين شنو الموضوع الاغنيه، فكنخليوها سوربرايز احسن، سوربريز احسن. باقي ما صورتهاش فيديو كليب، حاليا مازال ما كنفكر انني ندير فيديو كليب، يلا غنخدمها ارتورك ان شاء الله. شكرا بزاف على حسن الضيافه لكم لمجله سلطانه، وثاني حاجه كنشكر الجمهور اللي كيتابع سلطانه والمتابعين ديالي، كنقول لهم ترقبوا الجديد ان شاء الله. ميرسي بزاف على حسن الضيافه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.